الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه. أعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم في حلقة أخرى من برنامج يسأل لك، كما أرحب بفضيلة الأستاذ الفقيه سيدي الحسن بن إبراهيم السكنفلي، رئيس المجلس العلمي المحلي لعمالة صغيرة مالا. أستاذ الكريم، أهلا وسهلا. أهلا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ونلتقي مرة أخرى سيدي الكريم ضمن محور القيم والأخلاق، ونبدأ الحلقة ونفتتحها بسؤال السي عبد القادر من مدينة مكناس، يقول: هل مصافحة المصلين بعضهم لبعض إثر الانتهاء من الصلوات عمل مشروع؟ ولماذا لم نعد نرى ذلك في كثير من مساجدنا اليوم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لنرشد أمورنا وزدنا علما ينفعنا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. أمين يا رب العالمين. المصافحة هي وضع اليد في اليد، كان صافحك بمعنى كان وضع يدي في يدك. وقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا وتصافحوا تذهب الشحناء. تهادوا هدي لي نهدي لك، محبة، عندي العرس كنجيب الهدية، عندك العرس كنجيب الهدية، عندك السبوع كندير لك الهدية، انت عندي السبوع كدير لي الهدية، هذه الأمور. هذا تهادوا تحابوا تزدادوا محبة، غير ما يكونش الفخر والرياء، وما يكونش. وتصافحوا تذهب الشحناء، تصافحوا تذهب الشحناء. الشحناء هي داكشي اللي كيكون لداخل. نعم، كتوضع يدي في يدك وتقول: اللهم اغفر لي ولأخي هذا. هادشي اللي كان في المساجد عندنا بعد الصلاة، الدعاء وندعي ونقش الدين ونتصافحوا كاملين وتنقولوا يعني كان 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 دعي: اللهم اغفر لي ولأخي هذا. هذا تذهب الشحناء، داك الشيء اللي في الداخل. نعم، الشحناء، البغضاء، كراهية، العياذ بالله، هذا هو. ما بقيناش كنشوفوا هذا الشيء. هذا كاين جوج حويجات، كاينين بعض الناس، بعض خوتنا المؤمنين اللي كيروجوا بين الناس بأن هذه بدعة. نعم، وهذا ماشي معقول، لأن يعني بنادم ولا كل شيء كيدوي ولا كل شيء كيبدع ولا كل شيء كيفسق ولا كل شيء. لا، كنتسلموا، تنسلم على اليمين ونسلم على اليسر، وكنفرح وكنشوف، كنسلم وكنشوف وجهه وأبتسم في وجهه وسول فيه ربما سول فيه كي داير لاباس عليك يسقسك. يعني في المساجد عندنا هذا الشيء كان قديم وبقى. هذا ملي كيسالي الإمام الخطبة كيجيو الناس يسلموا عليه، يتصافحوا معاه الخطيب والإمام كذلك. ومني كنتلقاو في المسجد كبير، كنكون في شي مدينة ماشي مدينتي، ملي كنسلم على الناس كنشوف فيه ويشوف فيه ونبتسم في وجهه ونبتسم في وجهي. هو هذا تبسمك في وجه أخيك صدقة. صدقة. أثناء الحج وفي العمرة كنا كنتلقاو بالناس في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، من جنسيات مختلفة. نعم، بلغات مختلفة، بسحنات مختلفة، كنسالي وصلة كنمد يديه كيمد يديه، وكان كنضحك في وجهه كيضحك في وجهي. ومن بعد كاع يمكن يسولك منين انت، وممكن تلقاه عربي ولا اعجمي، الحمد لله. نعم، على نعمه الاسلام. هادشي كان عندنا، ولكن اتى على الناس حين من الدرب بدينا كنسمعوا لا المصافحه راها بدعه، راه وشكون غير بنادم غير كيقعد وكيبدا يدوي بوحدو وتيقول وتيعطي الحق ديالو يقول بأن هذا الفعل اللي النبي صلى الله عليه وسلم حتى عليه، عليه الصلاة والسلام، وحتى ولو لم يحت عليه، هو فعل خرجنا من الصلاة، خرجنا من الصلاة وتصافحنا، اش كاين؟ كاين المحبة. صافي، هذا هو إشاعة المحبة. دابا الناس هذا التبديع راه مشكلة، لأن كيبداو به وكيطلعوا به للتفسيق، ومن بعد كيطلعوا به للتكفير، ومن بعد تولي شي حاجة أخرى. هذا هو أمور الناس جرات عليها عادة. ثم كما قلت هذه القضية ديال كورونا، لأن كان توجيه طبي لأنه يكون تباعد، فأتى الناس حين يداروا يعني ولو ولفوا هذه القضية دي. ولكن ما زال باقي الناس الحمد لله كيتصافحوا وداك الشيء، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى. المصافحة فيها خير كبير، فيها خير كبير جدا. نعم. فإذا الإنسان إذا كان مريض
ويجي يسلم عليك شي حد وانت فيك المرض فيك السخانه تقول له اسمح لي راني ولينا كنشوفوا اليوم واش واخا دازت يعني كورونا الناس كتمشي تسلم عليك تيقول لك اسمح لي راني مزكوم راني مريض هذا هو هذا من الادب كنفهموا هذا من الادب هذا من الادب هو الوقايه خير من العلاج نعم بارك الله فيكم انتقلوا للسؤال الاخر سؤال صوتي مرحبا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله يزيدكم من فضله أنا فاطمة من خنيفرة كنسول عندي ولدي شيفور وعندي واحد الخوف تنحس به ديما فين ما سافرت تنقول غادي يدير الكسيده غادي يموت غادي يعيطوا لي غادي يقولوا لي ولدك مات غادي يقولوا لي ولدك دار كسيده وأنا كنامن بالله وبقدري خيره وشره ولكن الكبده ديالي هي اللي كتحس بهذا الشيء ما تنفهمش شي حاجه في راسي كيفاش انا راسي كيجيب لي هذا الشيء واخا تنعس الشيطان وتنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولدي راه مزيان ما كيدير شي حاجه خايبه باش غادي يدير كسيده ولا ولكن هذا الشيء احساس عندي ما عرفتش واش هذا الشيء عندي ايتم فيه ولا لا جزاكم الله خيرا مرحبا لله مرحبا بالسمعي الجواب عن السؤال ديالك السائله وسيله كتقول اللي عندها الخوف الكبده ديالها كتحرك على ولدها اللي كيعمل سائق وكتخاف كل مره دابا يوقع له شي كسيده مع انك امن بالقضاء والقدر ولكن هذا الخوف هذا واش فيه شي ذنب ولا شي حاجه النبي صلى الله عليه وسلم كان شي مره كيخطب الجمعه شويه ويدخل سيدنا الحسين او الحسن ومع الباس قال لك غادي كيتخبط في جليله خايف يطيح وين زين النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر وهزو وقال الابناء مجبانة مبخالة مجبانة مبخالة بمعنى كتجعل الإنسان يخاف قبل ما يدير أي حاجة كيخاف كيخاف عليه كيخاف على ولاده ومبخالة كيبدا يزير باش يخلي لهم كيبدا يجمع لهم باش كيقول لك هذا هو فهذا الشعور سيدتي هو شعور ديال الأم ولكن ما يمشيش الإنسان لديك الدرجة كاع علاش؟ لأنه إذا قدر الله أنه توقع له شي حاجة توقع له في الدار توقع له خارج من الدار حادثة سير كنت توقع له خارج حنا كنخرجوا في يد الله نعم وشحال من مرة دازت قدامنا طوموبيل كانت غتجمعنا ولكن الله سبحانه وتعالى كيلطف أنت يا من يخرج دعي معاه نعم دعي معاه وكل من يركب يقول ذاك الدعاء ديال الدعاء ديال السفر الله أكبر الله أكبر الله أكبر اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطوعنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في المال والأهل والولد نعم ومن يكون راجع يعود يقول نفس الدعاء ولما يكون غالي آيبون تائبون لربنا حامدون آيبون تائبون حامدون لربنا حامدون هذا نعم. فالإنسان هو تمشي في قضاء الله ولطفه واللي قدر الله هي اللي غادي تكون إذا كتب الله سبحانه وتعالى أن تجري شي حادثة لأي واحد فينا راه توقع ولكن كندعيو وكنقولوا اللهم نسألك اللطف نعم اللهم لطف بنا فيما جرت به المقادير والإنسان هو كي مسافر يكثر من الذكر ومن الدعاء والقران ويمشي محترما قانون السير وربي غادي يلطف نعم واذا قدر الله امرا فلا راد لقضائه راه يمكن يكون عندك وتوقع له حادثه في الدار في البيت كذوق يطيح عليه سقف يطيح عليه شي حاجه تفرقع بوطه ربي راه كيلطف راه حنا يعني ليكون ذاك الحجاب ديال الستر ديال مولانا يتحيد يكون راه ما انت واحد ما يقدي يقعد في شي بلاصه ولكن الله سبحانه وتعالى لطيف بعباده سبحانه وتعالى فدعي معاه لالا من يخرج ولدك دعي معاه وتقول له هكذا من يركب في الكار هز مع ذاك الناس يمشي اولا محترما قانون السير ثم ذاك الدعاء ثم الا داير شي راديو داير شي سيدي دير القران الكريم دير شي اذكار دير شي هو غادي في حمايه الله نعم غير هي الاثم استاذ واش كاين لا هي ليست اثمه يعني ابدا لا هذا طبيعي مساله طبيعيه 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 الخوف ديال الله الخوف على الوليدات هذا امر طبيعي نعم كيتعطل الولد كنبدا نعيط كما كنا حتى حنا مع والدينا وكنا كنتعطلوا وداك الشيء كتلقى مسكين ملي كتدخل اكيد كتلقى كيتسنى الام كتسنى وتيخاصم وفين كنتي وفين جي وتا كبرنا وتزوجنا ودرنا الاولاد وكنتعطلوا شويه وحنا كنتسناوك فين كنتي
هذا هو دائما الوالدين تيبقى هذه لا هذه مسألة أشوف مسألة طبيعية هذه من المحبة نعم ومن الرحمة نعم بارك الله فيكم أستاذ انتقلوا للسؤال الآخر ونبقى مع الأسئلة الصوتية مرحبا السلام عليكم أستاذ أنا من فاس عندي واحد أخت كتهرب مني دابا هذه سنين ما كنشوفهاش كنقلب عليها باش نشوفها وما كنلقاهاش كيقولوا لي راه في طنجة كنمشي لطنجة ما كنلقاهاش وكتجي هي لهنا للبلاد وما كتشوفنيش وما هو هذا فيدني الله يرحم الوالدين مرحبا يا سيدي مرحبا تسمع إن شاء الله ما يفيدك ولكن مرة أخرى إن شاء الله لا أنت ولا غيرك إذا اتصلتي بنا وطرحتي السؤال ديالك فيكون في البلاصة فيها شوية السكات تفتي التلفزيون وتفتي الإنسان التلفزيون تفتي التلفزيون لأن شي مرة أستاذ المشاهدين الكرام كيعتبروا كيحسب لهم راه المباشر وكيبقاو مثلا الحلقة هذه إذا كتكون شي مرة ديال البرنامج هذا يسألونك وتيبغوا يتصلوا وكيتداخل الصوت مع 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 الصوت ديال التلفزة فالبرنامج أولا ماشي مباشر وأي حاجة لا تلفزة ولا راديو كانت أولا صداع ديال برا نطفيوه الله يجازيكم بخير ونطرحوا السؤال باش يكون صافي ولكن عموما راه السؤال واضح ديال السائل الكريم كيقول الاستاذ على هذه القضيه ديال الاخت ديالو انه هو تيقلب عليها مش انه سلبها الرحيم وهي كتهرب منه كتبعد منه كيبقى حاضر تكلمنا في مرارا وتكرارا انا كنقول له الله يجازيك بخير الله يجازيك بخير لانك تسول في اختك وهذا هو المظنون فيك الله يسول فيها وقلب عليها وليك شي قال لي كدير ديك الخطوات اللي كدير كتمشي على رجلك حتى لعندها وتمشي تسافر حتى لطنجة وتمشي لهنا ولا هذيك شي كله حسنات يرفع الله به درجه ويمحو به خطيئه سعداتك طوبى لك سير 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 ما تسولش وهي هي اللي كانت كتهرب منك ما بغاش تشوفك هي آتمة ما معنى آتمة عليها الإثم لماذا لأنها قطعت الرحيم اش وقع كاع نعم شنو كاع قاعدين تذكروا وتكلموا قول لي ونقول لك راه التواصل شي حاجه مهمه جدا راه غيبان لك من بعد منين تواصلوا بان راه حنا داكشي اللي كتظنني داكشي اللي كتظنني فيا راه ما كاينش وداكشي اللي كنظن فيك ما كاينش بمعنى راه حنا خوت والخوه حدا الدنيا الامور ديال الدنيا ما خصهاش تفرق بيناتنا اثر علينا كاين واحد الاشكال عندنا حنا بالتربيه ديالنا واننا يمكن تزيدوا في الهضره ونخرج من هنا ما ندوي معاك ما ندوي معاك نتلاقاو الصباح ما يمكنش انت خاصم ونتزايدوا في الهضره ومن يسال يلا سيدي نوض نمشيو نتغداو انا وياك لا ما تغداو والله حتى تمشي تغدا معايا هذه زوينه هذه اي ونمشيو نتغداو ونفيو الغداء انا كنت كنعرف واحد شي واحد جوج ديال الخوت حقيقه عجيب انا كيبداو كتقول هادو راه صافي ما يعاودوش يدويو حتى يتزايدوا في الهضره والغوات بيناتهم شراكه فلوس وكذا شوف وكيتزايدوا في الهضره ويجي حتى تقول هادو نعم كيتساليو كيساليو تبغي تدخل شي حاجه تقول له ما تدخلش من الشغل خلينا انا وخويا هاكا يسوي تقول له يلا وقعد فين غادي قال له نمشي قعد تغدى معايا وكيقعد يقطع الخبز ويعطيه ويقطع طرد الحمد ووز ليه بمعنى انه راه هذاك الشيء غير سميتو هذا كندويو كنتحاكو ولكن كنتواصلوا كما ذكرت كنتواصلوا وكيتغسل التواصل شي حاجه مهمه لا ما توصلش لان سمعت قال فيا اولا قلت لك انا شي حاجه وانت فهمتي اولا قلت لك الحق قلت لك راك غلط ومن بعد ونقول لك قاعد تاكل قاعد قاعد السي نتذكروا نتكلموا لا 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 فلهذا انا كنقول الله يجازيك بخير كمل على ديك الطريق والاخت ديالك الله يهديها اللي كانت كتسمع لنا نقول لها الله يهديها هذا اخوك كيجي لعندك نعم حق الاخوه حق القرابه ما تقطعوش الرحيم راه ربي قال واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام واتقوا الله فاعبدوه واخلصوا في عبادته واتقوا الأرحام فصلوها نعم بارك الله فيك الله يوفقنا تقول لنا السؤال الآخر سائلة لا تذكر اسمها تقول كنت محافظة على صلاتي الفجر والصبح في وقتيهما لكن بعد الولادة لم أعد أستطيع الاستيقاظ لأن رضيعي لا يتركني أنام إلا قليلا فهل علي إثم في ذلك؟ هذه حالة ملي كانت بصحتها وقادة وكتنعس مزيان وكتفيق قبل الفجر وتوضا وتصلي والله يجازيها بخير هذا من فعل الخيرات نعم الله يجازيها بخير وهذا ما يتمناه كل مسلم نعم لكل مسلم انه يصلي العشاء ديالو يصلي الشفع والوتر ديالو يمشي ينعس وينوض قبل الفجر يسمع الاذان يتوضا يصلي الفجر ويصلي الصبح فكأنما قام الليل هذه عندها العذر ديالها لان حنا كنعرفوا ملي كيتزاد الوليد كتزاد ديك التربيه
النعاس ديالك يكون مقطع تتفيقك يبقى سهران معاها الناس ماشي مقاد هذه وكتبقى سهران معاها شي مره بالساعات ايه تتبقى الليل كامل خصك تهزها وتراري بها ويلا زيد وتيغلبك الناس ما تتفيقش الفجر نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام ليس التفريط في النوم انما التفريط في اليقظه اذا غلبك النعاس رفع عنك القلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ نعم النائم حتى يستيقظ النائم حتى يفيق فإذا من يفيق عاد كيولي محاسب أما باقي داء النعاس بالعياء أو بالتعب أو راه لا شيء عليه حتى يفيق ولكن كنقول لها الله يجزيك بخير ديري واحد المكان حداك راه تنبهك نبهات تبارك الله ما تنبهاتش لا شيء عليها مثلا استاذ سيدان نسات مثلا نفرضوا حتى الربعه نسات حتى الربعه الصباح والفجر مثلا نفرضوا مثلا في الخمسه او مثلا خمسه ونص يعني الى دارت هذيك المكانه غاتفيقها ولكن الى فيقتها ربما غياثر عليها في صحتها لان مازال ما من اش نقول لك تنقول لك دابا شوف حسب الطاقه والقدره حسب الطاقه ديال كل واحد فينا لا يكلف الله نفسا الا وسعها وما جعل عليكم في الدين حرج حرص على ان تفيق الفجر ولكن لما كيتغلب رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ اذا غلب على امره لا شيء عليه لا شيء عليه ان شاء الله تمنيت تنوض توضا وتصلي الصبح ثم تصلي الفجر اذا كان طلع الشروق نعم اذا كان طلع الاصفار بدا الضو كيبان وفقت صلي الصبح ديالها والفجر تخلي تال من بعد الشروق تال بعد الشروق بعض الناس أستاذ لما كيفيقوا في الصباح تيقول لك مثلا ما نفقش للصبح شرقت الشمس مثلا تتسعود ولا العشره تينوض تمشي يقضي اغراض اخرى تيقول لك وصافي دابا انا الصبح خرجت وخرجت على وقته خليه حتى الظهر وصلي يوم جمعين لا ما خصهاش يكون هذه العمليه من يفيق الانسان يقضي اول حاجه نقوم بها القضاء يقضي بعد الفرض الصبح ومن بعد يصلي الرغيبة الفجر حنا عندنا واحد الإشكال أنا كندوي على راسي كيود المدن كتكون شي حاجة في اليوم تنقولوها تنسالية حتى داكشي اللي فيه يكون توضى وصلي تاخذ منك واحد 10 دقائق 15 دقيقة بحال واحد الاستراحة كنديرو بوز دو كافي أييه وقفة توقف يعني حفلة شاي ولا استراحة شاي استراحة شاي استراحة صلاة استراحة الصلاة أريحنا بها يا بلال بوز دو بخيير بو لا بخيير مزيان نصلي استراحة استراحة للصلاة نصلي ونتوضا ونصلي 10 دقائق 15 20 دقيقة ونرجعوا للعمل ديالنا نعم كان بعض الناس يخطئون ما يمكنش يفوت عليها الوقت وحدة على وحدة كندوى على راسي ما كندوى على نعم استاذ نعم على راسي الله يوفقنا كاملين يا رب على راسي على راسي انا وخصك تفهم كل واحد يحاسب براسه كل واحد يحاسب براسه لو كل واحد فينا يحاسب براسه راه غادي الامور تستقر انا حاسبني تحت انا مني ود المدن اي حاجه في ديالي نحطها نوض نتوضا ونصلي مني كنصلي بيني وبين مولاي صفيته وربي نزل عليا السكينه وغنجي لك الخدمه وانا واحد اخر نجي واحد اخر بنشاط اخر لأن مشيت لعند سيد ربي عيط عليا دعاني فاستجبت لما قال حي على الصلاة حي على الفلاح هذه دعوة نعم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة هذه نعم والله يوفق الله يوفق كترجع كترجع أنت واحد آخر لما جديدة بقوة أخرى وبشكل آخر الله تعالى التوفيق للجميع بارك الله فيكم سيدي وإحنا في العسكر الجيش خدام في المعركة طرف كيصلي وطرف حاضر في الحدود طرف كيصلي وطرف حاضر واقف واقف تيحرس وكيصلي وهو واقف صباطو باش ما تترك الصلاه نعم ويقول لك شي واحد اللي وراه العمل عباده في وقت الصلاه اصبح الهوان وإدارة او تجاره او الهوان رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه نوض نصلي هذا الشيء كما قلت لك كنقول لراسي انا نعم انا مني نسمع النداء ولبي نتوضا ونصلي ونرجع للاجتماع وكندوزو حنا وندوي ودا دا 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 ود الظهر ود العصر ود المغرب حتى واحد فينا مشكله
حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فإذا الإنسان تغلب من العياء ودته عينه وما فاق حتى العشرة مني فيقيت ويصلي الصبح الصبح ديالو الصبح الفريضة هي الأولى ومن بعد يصلي الفجر الراغب الفجر ديالو باقي الفجر ديك ساعات وخا فاق حتى العشرة ولا حتى الحداش لأن الفجر فجر راغبة وتقضى للزوال حتى الزوال حتى الزوال باقي نقضي نقضي الفجر. الله يجزيكم بخير أستاذين. تقول سؤال آخر سؤال صوتي مرحبا. السلام عليكم يا أستاذ. اسمي محمد عندي 16 عام تسكن بواحد القرية اسمي قرية سيدي أحمد بإقليم يوسفية أو مدينة يوسفية. بنسولك واحد السؤال الفرق بين الغيرة والحسد. الله يجزيك بخير. مرحبا مرحبا تسمع لها الجواب. الفرق بين الغيرة والحسد. والحسد خلق ذميم خلق ما مزيانش لأن الحسد شنو هو؟ وتمنى زوال النعمة عن أخيك. واحد السيد عطى الله الأولاد، واحد السيد عطى الله المال، واحد السيد ترقى ولا مديرة ولا رئيس مصلحة ولا شي حاجة بحال هكذا وكتحسدو. نعم. كي دار كيفاش توصل؟ كأنك تستدرك على الله. وحنا قلنا سابقا في احد الحلقات بان الحسد هو اول ذنب عصي به الله في السماء واول ذنب عصي به الله في الارض. نعم. ابليس حسد سيدنا ادم ما بغاش يسجد له كما امره الله، رفض السجود لادم حسدا لان ذاك المقام لحطوا فيه الله تبارك وتعالى. حين يامر الله تبارك وتعالى لبعض مخلوقاته ان تسجد لبعض المخلوقات بذلك فهذا دليل على ان ذلك المخلوق عنده واحد المقام. فلما ربي امر الملائكه ان تسجد لادم وكان ابليس معهم حاضر لانه كان من عباد الله الصالحين يترعى ذلك بالعمل ديالو، لما امره مرفض ما سجدش. نعم. حسدا وكبرا. لما سولوا سيد ربي قال انا خير منه، هو تبدو سيد ربي من الرحمة. فأول ولدن بين حسد بها الله يعني عصي بها الله تبارك وتعالى في الأرض وهو حسد قابل لأخيه هابيل فقتله فأصبح من الخاسرين. نعم. هذا هو من ثم بدأت. وهذا الحسد كما سبق قلنا هو واحد مرض نفسي. أنا كلنا فينا واحد شوية يعني المقدار عندنا واحد القدر ديال الحسد، ولكن باش كيتغلب عليه الانسان بيربي نفسه، خصو يربي نفسه ويربيها يعني يدير في باله بانه راه واحد النهار غادي يمشي في حاله ويخلي هذا الشيء هذا كله. وهذاك الخير اللي عندك السيد اللي عطاه له سيد ربي العلم او المال او الجاه او المنصب او المكان، هذا الشيء كله عطيت سيد ربي سبحانه وتعالى. ولذا حنا كنقولوا ملي كنشوف شي واحد عطاه تنقولوا الله يزيد ويبارك. كيفاش دار كيما دار داكشي بينه وبين الله، يعني الوسيله والطريقه حتى وصل داكشي بينه وبين الله، ولكن الانسان ما يدخلش في هذا الشيء. اما الغيره فهي واحد الشعور يعني من 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 يعني من من شخص تجاه شخص اخر لا يحبه تيغير منه. مثلا واحد من جوج عيالات، واحدة كتغير من الأخرى، مسألة عادية. المرأة تغار على زوجها مسألة عادية، ولكن ما توصلش الغيرة إلى درجة الحسد. نعم. يولي الحسد والبغض والكره ويولي فيها الكيد. إنسان مزوج جوج عيالات وثلاثة تنوض وحدة من بدافع الغيرة تكيد الأخرى تيولي حسدان وشيء من هذا القبيل. فكاين فرق بيناتهم، كاين الغيره المحموده هي هذيك اللي كتكون بين الرجل والمراه. المراه كتغير على الرجل والرجل يغار على زوجته، ومن لا غيره له على اهله وعلى زوجه يعني مشكل كبير هذا. نعم. مصيبه كبيره. نعم. وخلق دنيء الانسان اللي ما يغيرش على مرته، ما يغيرش على الزوجه ديالو، ما يغيرش على بنته، مشكله. نعم. ما يغيرش على الدين ديالو، تكونش ما تاخذوش الغيره على الدين ديالو، على يغير على الله ويغير على النبي صلى الله عليه وسلم ويغير على القران وغير على السنه، تكون ديك الغيره. ولكن ماشي ديك الغيره اللي كتجعل الانسان كيولي كيسب ويشتم، لا، يدافع وينافح ويقول الحق ولا يخاف في الليل ومثلا. نعم.
إذا فيها هذه الغيرة المحمودة، والغيرة المدمومة هي اللي كتكون مرتبطة بالكيد والمكر. نعم. كان غير عليه لأنه وصل ذاك المكان، كان غير عليه. كان غير منه تقول. هذا هو، كان غير منه. أما الغيرة على الزوج وعلى البلدي وعلى الدين، هذه مطلوبة. كما أن الحسد أيضا المقابل ديالو هو الغبطة. الحسد هو أنك تتمنى زوال النعمة على أخيك. نعم. ربي أعطاه شيء عليك تقول يكون غبي جماعة. تتمنى زوال النعمة. أما الغبطة أن تتمنى أن يكون لك مثل ما لأخيك، تغبطه بمعنى كتمنى ذاك الشيء اللي أعطاه الله يعطيك أنت. والله ذو الفضل العظيم. هذا والله ذو الفضل العظيم، ولا تتمنى زوال النعمة عليه. نعم. إذا هذا الغبطة وصل محمودة. لا محمودة. المشكلة هي إذا وصل. الحسد هو اللي كتمنى زوال النعمة وكتدير جميع الوسائل باش ديك النعمة تمشي. نعم أستاذ. نعم. بارك الله فيكم. انتقلوا لسؤال آخر، سؤال صوتي، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم. سادتي العلماء، جزاكم الله خير الجزاء، نحييكم وتنشكركم، جزاك الله خير. أنا بصفتي ضرير البنيات ديالي قبتوا لي هاد النمره هادي، الله يصلح امرهم هما الحاضرين، الله يجازيك بخير. كنا تنقراو ديك الساعه في الحضار وتنحفظوا هذيك سوره القنوت مع المده، قالوا فيها ما قالوا ولا فرطنا فيها. هاد اليوم سمعت واحد الفقيه هضر عليها، هي خاصها تقرا، الله يجازيك بخير. لما قراها لي كان ممكن، وراه هالضطي سجل لي هاد الفيديو ديالها، الله يستر عليك. سوره القنوت اللي تتكون وراء التحيه. مرحبا. مرحبا يا سيدي. تسمع سورة القنوت أو دعاء القنوت؟ دعاء القنوت. كاين سورة القنوت، سورة من سور القرآن الكريم، هذا الدعاء. دعاء القنوت هذا احنا عندنا في المذهب المالكي تكون في صلاة الصبح. نعم. فما عندناش القنوت في شي صلاة أخرى، صلاة الصبح بعد قراءة الفاتحة والسورة في الركعة الثانية. كيقرأ الإمام الفاتحة والسورة في الركعة الثانية وكيسكت، ديك الساعة كتقرأ سرا. 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 إذن دعاء القنوت متى كيكون؟ صلاة الصبح الركعة الثانية بعد قراءة الفاتحة والسورة. صلاة الصبح فيها جوج ركعات، بالفاتحة والسورة جهرا. نعم. قريتي في الركعة الأولى الفاتحة والسورة ركعتين، تجي الركعة الثانية قريتي الفاتحة والسورة، كملتي السورة كنسكتوا، كتقرأ دعاء القنوت. شنو هو دعاء القنوت؟ اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع. اللهم ونترك من يكفرك. اللهم إياك نعبد ولك نسعى ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفيد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد، إن عذابك الجد بالكافرين ملحق. نعوده. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع لك ونخلع. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفيد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك، إن عذابك الجد بالكافر ملحق. إذا هذا هو دعاء القنوت. هذا هو دعاء القنوت. ويمكن يكون أي دعاء، بحال بعض الأدعية كيقولوا بعض العلماء حتى بعض الصحابة، سيدنا أبو هريرة يقول لم يريد في القنوت دعاء مخصوص، ولكن إحنا عندنا هذا هو الدعاء. ويمكن الإنسان يدعي لك الدعاء، اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، بارك لنا فيما أعطيت، قنا اصرف عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، تبارك ربنا وتعاليت. إذا ما حافظ لهذه أستاذ، لا اللي ما حافظه يقول يعني يستغفر الله تبارك وتعالى، يستغفر الله تعالى ويدعي دعاء الخير، يدعي دعاء الخير. بغيت حاجة، بغيت مثلا الرزق، اللهم تقبل مني الصلاة، اللهم تقبل مني صلاتي، اللهم اغفر ذنبي، اللهم استر عيبي، اللهم اصلح أحوالي، اللهم قيني عذاب النار. هذا يعني امور الدين والدنيا بجميع نعم. نعم. بارك الله فيكم، شكرا جزيلا لكم فضيله الاستاذ الفقيه سيدي الحسن بن ابراهيم السكنفل، وذكر انكم رئيس المجلس العلمي المحلي لعماله صخيره تمالا. الشكر لكم اعزائي المشاهدين، عزيزاتي المشاهدات، والى حين اللقاء بكم في حلقات قادمه.
استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.